السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس كتير جدا سألتني على ضرب الحقنة في العضل، ازاي ادي الحقنة في العضل، وفي ناس بتدي حقن في عضلة الفخذ من ورا، بس طبعا ده لازم يكون محترف شوية، مش أي حد يديها ورا، لأن ممكن الحقنة السن يلط العصب أو حاجة تعمل شلل في الفخذ اللي ورا. لكن أسلم طريقة وأحسن طريقة هنا في العضلة بتاعت الرقبة. طبعا هي العضلة فين بالظبط؟ اخر عظمه الكتف هنا هتلاقي فيه مثلث كده، فيه كتله لحم كده، هي الكتله دي كتله عضليه اساسا، واسهل طريقه لضرب الحقنه هنا في المثلث ده كده بالظبط. طبعا انا بتكلم كده عشان الناس تبقى عارفه تضرب الحقنه فين يعني، ودي اسهل طريقه ليه لضرب الحقنه العضل. طبعا انا معايا المحن اوتوماتيك ومظبطه على سنتي ونص، طبعا ده مالتي فيتامين اللي زي اللي في المحن دي. ادي كده الحقنه اهي، بضرب عمودي كده، كده خلاص دخلت الحقنه في العضله، بضغط خلاص كده خدت ايه؟ خدت الحقنة عضل.